السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في شيء اسمه خشونه الركبه او الاحتكاك الخاص بالركبتين يعني نسبه كبيره من الذين يترددون على عياده العظام يعانون من هذه المشكله طيب الاساس فيها ايش وايش اسبابها، لحد الان اسبابها غير معروفة او الاسباب المباشرة غير معروفة، لكن هناك عوامل مساعدة تؤدي الى هذه الاشياء. لو نظرنا الى العوامل المساعدة ورتبناها ترتيب صحيح وسليم، اول شيء زيادة الوزن. ثاني شيء عدم ممارسة الرياضة. هذا شيء ضروري ان نركز عليه في قضيه الخشونه وازدياد درجه الخشونه عند كثير من المرضى. ايضا طبيعه العمل، يعني ايش معنى طبيعه العمل؟ يعني كثره الوقوف، كثره الجلوس اليومي زي مثلا طائفه الموظفين طائفة الناس اللي بتجلس كثيرا زي الشوفيرية أو الخياطين هدول بيتعرضوا كثيرا إلى ما يسمى بخشونة الركبة وتبدأ درجاتها من الدرجة الخفيفة إلى الدرجة المتوسطة إلى الدرجة المتقدمة لكن إحنا بنقول بالعموم هيك يعني لو أجينا إلى الدرجة الخفيفة والمتوسطة في إمكانية العلاج ولكن الدرجة المتقدمة الله غالب يعني مضطرين أنه نتابع المريض ونحاول نخفف من الأعراض تاعت خشونة الركبه الى ان يصل المريض بعد ذلك الى ما يسمى بالمفصل الصناعي وهذا شيء يعني يجب ان نقف عنده، كيف بدنا نمنع حدوث ما يسمى بالخشونه لكي لا نصل الى مرحله المفصل الصناعي. اول شيء واهم شيء ممارسه الرياضه اليوميه والمحافظه على انه الركبه تاخذ كل الليونه تاعتها او كل يعني ما يسمى بتمطيط العضله بالكامل عضلات الركبه، واهم شيء في ذلك اللي هي ممارسه الصلاه بشكل صحيح دون الجلوس على الكرسي الجلوس على الكرسي يؤدي الى التيبس والتيبس يفاقم الخشونه والخشونه تؤدي بعد ذلك الى التيبس وهكذا نظل في حلقه للاسف الشديد تصل بنا الى خشونه متقدمه ومن ثم الى المفصل الصناعي ثانيا انقاص الوزن انقاص الوزن مهم جدا في شغله مهمه واساسيه تؤدي الى الخشونه بشكل كبير الا وهي صعود الدرج صعود الدرج التقليل من صعود الدرج مهم جدا الدرجه الطبيعيه او الصحيه اللي هي 14 سم للاسف الشديد كل ما نرى حولنا اكثر من 15 او 16 او حتى بيصل الى 20 سم فهذا يؤدي بالضرر على الركبه طيب اجاني المريض المريض شخصته وعنده خشونه اما ان يكون من المرحله الخفيفه او المرحله المتوسطه هذه يعالج باذن الله تعالى والخطه العلاجيه تدخل كالتالي اول شيء حقن اما ان يكون بحقن الركبه بما يسمى بالبي ار بي اللي هي البلازما او حقن المواد اللي بتدخل في تدعيم ولزوجه الركبه آه هذا شيء وايضا آه علاج طبيعي لتقويه العضلات الخاصه بالركبه وايضا لتمطيط العضلات اللي حوالين الركبه. اضف الى ذلك بناكد على حاجه مهمه العلاج الدوائي اللي هو ما يسمى بالمواد الاساسيه لبناء وتدعيم واصلاح الغضاريف. اغلب الادويه اللي منتشره في السوق الحمد لله تؤكد على هذه الثلاث الاشياء أو الادويه الخاصه بتدعيم او مدعمات الغضاريف. ممارسه الرياضه شيء مهم واساسي وضروري يحقق 80% من الشفاء.